الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا غفور رحيم ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا
وقال إنني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أرأيت فسبح بحمد ربك واستغفر واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.